أستاذ يمكن نعيش وعايشنا وعايشتم قبلنا وتعيشون كذلك اللحظة المواجهات المصرية المغربية التي عادة ما تخلف هذا اللغط الإعلامي، كيفاش كتشوف مرة أخرى هذا اللقاء المصري المغربي، هذا اللقاء ديال الرجاء والزمالك، أزمة تحكيمية وتابعتي وكنت من السباقين بطبيعة الحال الأستاذ، وكان تصريح مثير ديال سفيان الرحيمي من بعد تحكيم للكل أجمع بأنه كان تحكيم كارثي ديال اليوم اليوم، والتصريح كان خطير جدا ديال الرحيمي بقول واحد، أن الحكم قال له أنت راه واضعين بك شكاية أنك تغش وهذا وتتحايل، هذه اللغة هي هذه، تدير تحايل أو تفتعل تحايل، ودخل في رد فعل كبير جدا إلى هذه المقابلة الواضح بأنها ما غتخرش على خير، لأن مراجعة أحداث كورونا، إصابة أكثر من 8 اللاعبين مع طاقم ديال فريق الرجاء الرياضي وخاصة حامي الأمتعة، ثم إلى القرارات الخاصة بوزارة السيادة اللي هي وزارة عفوا وزارة الداخلية التي تمنع الفريق، لأن كاين قرار ديال مندوبية وزارة الصحة بجهة الدار البيضاء التي أجبرت فريق الرجاء دخول الحجر الصحي لمدة أسبوع، يعني مقابلة مثيرة بجميع النواحي ديالها. سي أبو السلام، أما سي محمد، هو كاين شق الآن ديال مجال ديال التحكيم، الحكم الكاميروني اليوم قاد مباريات في كأس إفريقيا للاعبين المحليين هنا بالدار البيضاء والرباط، وكان أيضا مقترح وكان ضمن اللائحة اللي غادي تشارك في كأس العالم ديال روسيا. من أسقط اسم هذا الكاميروني اليوم والاتحاد الإفريقي لضعف مستواه؟ إذن أنتم تعرفون هذا الرجل، ثم مشاكله، والآن هذه المشاكل كلها تعرات، فإحنا كنا بغينا يعني كان زيارة غير من أجل، ولو الزيارة لخدينا إحنا الزيارة مشينا لها بإذن باش نشوفوا هذاك الولد كيف تنشوفوا جميع الاولاد ديال الرياضه وجميع الرياضيين. فعندما اقتربنا انا كان فوجئت بسفيان الرحيمي تقول لي على ان الحكام سال عنه وقال العميد الفريق محسن متولي فين هو رقم 21. وانا درت واحد النكته قلت له اش كان تيقلب على رقم 21 شي حافله هذه شي طوبيس شحمس أنا ما شاء الله عليك أستاذ، الله يعطيك الصحة والله يطولك عمرك ونبقاو نتعلموا منك يوما عن يوم. لا عفو أنا مازال كنت واش عمرك سمعتي الظاهرة هذه بأن الحكم يمشي حتى فين كانت عصر الهواية، يمشي حتى اللاعب ويقول له هذا الكلام هذا أنت راك أنا الآن سمحت كنسمع هذا الشيء، سمعته عند فاروق جعفر في تصريح له اللي سمعناه جميع، ويتحدث كيقول لك كانوا الحكام تيقولوا لنا واش بغيتي نعطيك بيلانتي ولا نخرج لك لاعب، واختاروا الوقت لانه كيتحدث وكانه يعمل على تنقيه الذات. لا بدا يكفروا هاد الناس على رؤوسهم. واستمعنا ايضا الى سليم شيبوب، هذا واحد من رجالات الدوله في تونس في النظام السابق، كان يتحدث على هذه الامور اللي قال احنا دعنا وشرينا في الماتشات ودرنا. اليوم كيجي حكم يقود المقابله، ولكن ما قاله سفيان الرحيمي هذا الولد وهذا الفتى وهذا الابن، يعني واحد من المواهب الان الرائعه ديال كره القدم، ما قاله هو كيترجم لماذا لم يعلن ولم يتحرك الحكم عندما سقط في المستطيل. نعم. إلى كيفوشي فاش دفعوه كيبان على أنه هو قال لي أنت راك قادي تتريش، أنت تموي وكتستعمل وكتبقى تغوت، قال لي بحالك قال لي كتبقى تغوت وكتبقى تدير بالوقت اللي كيكون يعني اعتداء او مداخله او احتكاك بك، انت كتحاول انك تستفد من هذاك الشيء. ولد هو ما كانش كان، حتى لو كانت هذه الامور مرت بينه وبين ناس ديال الزمالك وكان يعفي نفسه من هذه الامور.